قمر يا ناس، بحب قمر يا ناس. يا بنت عقلي عقلي وهدي، بلاش شغل الجنان بتاعك ده. عقلي انت خليك في عقلي. حقيقة انا كمان اول مرة اتشد الواحدة بالطريقة الغريبة دي. تخربي بيض ولبي يا باسم، يا لهوي حسن هيجرى لي حاجة. يعني بتحبني زي ما بحبك؟ والله لو فضلت مطيعة كده وتسمعي الكلام هفضل جنبك العمر كله. العمر كله؟ العمر كله؟ ايوه طبعا، ايه المشكلة؟ مش مصدقاك. لا 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 صدقي. يعني ممكن تتجوزني؟ اه ليه لا؟ لا انا بحلم. صح؟ بحلم؟ منال سيبي ايدي، مش عارف اسوق. لا مش هسيبها. نعم انت بتقولي لا؟ يا باسم انا بهزر ونايم، بتكلم جد. بجد بهزار؟ انا ما بحبش اسمع كلمه لا دي ابدا، مفهوم؟ حاضر، مش هغلب الحاضر خالص. عارف يا باسم طول عمري نفسي اتجوز واحد يشكمني كده، يشخط فيا طول النهار. انا عمر ما حد قال لي لا على حاجه ابدا. الظاهر كل اللي عرفتهم كانوا بيعرفوني عشان فلوسي وبس. اشمعنى يعني؟ وانت غنيه؟ يعني ماما معاها فلوس كتير قوي. غريبه اصل مش باين عليك يعني. ايه ده يعني؟ ايه؟ لا لا ما يهمكيش، تاخديش في بالك، انا ما يفرقش معايا اذا كنت غنيه او حتى كنت بتشحتي. انا اهم حاجه عندي ان انت مريحاني، مطيعه كده وجميله. بعدين طبيعي طبيعي ان الزوج بيكون اغنى من الزوجه يعني. الزوج والزوجه؟ انا من ايدك دي لايدك دي. والله العظيم انت مجنونه. لا لا انا عايزك تراجع المذكره دي تاني، انا مش مقتنع بالحسيات الموجوده فيها. ليه يا استاذ؟ بعد اذن حضرتك يعني انا شايف ان القضيه ابسط من اننا ندور لها على اي جوانب. اوعى تستهون باي قضيه او تستهل بيها ابدا. اخطر حاجه على المحامي ان يبص القضيه على انها بسيطه ويتعامل معاها ببساطه وسطحيه. لازم تقف في المحكمه وانت مغطي كل الجوانب، لازم تكون مجهز نفسك لاي حاجه جديده ممكن يطرحها عليك محامي الخصم. حاضر يا استاذ. انا مش بقول لك الكلام ده عشان تقول لي حاضر، انا عايز الكلام ده يخش دماغك وما يطلعش منها. انت من انبغ تلامذتي، مش عايز اسمع في يوم من الايام انك خسرت قضيه. تاكد حضرتك اني هكون دايما عند حسن ظنك. خلاص ممكن تروح دلوقتي وتسرع المذكره دي وتجيبها لي زي ما انا عايزها، وما تنساش تجيب لي ملف قضيه ام سلوى. تحت امرك يا استاذ. باب الخل. الشاي العظيم. ربنا يخليك يا رب. ليه بس التعب ده يا نبيلة؟ لا ولا تعب ولا حاجة، هو فين التعب ده؟ مش كفاية إن أنا مقيد حريتكم وحابسكم في الأوضة اللي جوه أنت والولاد، ولا تلفزيون ولا أي حاجة تسليكم؟ ما يهمكش، المهم ربنا ياخد بيدك وتنجح في امتحان الترم ده. أنا بس لو توافق أذاكر في الأوضة اللي جوه في الشقة الكبيرة. ما أنت عارف ماما هتقول إيه؟ هتقول إني مطفشاك ومش مخليك تعرف تذاكر، والكلام اللي أنت فاهمه ده مفيش داعي. أنا عشان كده والله موافق على الحبسة اللي أنا حابسها لكم دي. والله ابدا ولا حبسه ولا حاجه، ما تفكرش انت بس في الكلام ده وركز في مذاكرتك. ان شاء الله ربنا هيوفقك، ولو عوزت اي حاجه انا جوه ناديني. متشكر قوي يا نبيل. كلمك عن الجواز؟ ايوه، وقال لي كلام حلو قوي يا سهى، مش قادره اقول لك قد ايه. لا بقى ما تبقيش بايخه، قولي لي كل حاجه بالتفصيل. قال لي ان عمره ما تشد البنت في حياته بالشكل ده، وقال لي اني عايزني افضل مطيعه عشان يفضل جنبي العمر كله. كلامه حلو قوي يا سهى، تقيل موت. ده انا فرحانه فيكي فرحه، اخيرا طبيتي وحبيتي. ده مش حب، قولي جنون هوسه. بس منال انا عايزاكي تتملكي نفسك شويه، برضه الحب له حدود. مع باسم ملوش حدود ابدا. بقول لك ايه، انا لازم امشي بقى دلوقتي عشان باسم عايزني اذاكر، هسهر طول الليل واحاول اذاكر. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ انا بموت بقى في العلاقات المفيده والمثمره. اصل عايزني اجيب جيد جدا زي كمان. جيد جدا؟ طب يقول جيد حتى. الله، انا هحاول ارضيه. هاي ازيكم، انا بدور عليكم بدري قوي. ازيك يا رانيا، عامله ايه؟ عن اذنك انا لازم امشي عشان ورايا مشاوير. ها منال خديني انا كمان معاكي، انا كمان تعبانه مرهقه وعايزه اروح. ايه ده ايه ده، ايه البواخه دي؟ انا بقول لكم بدور عليكم مخصوص. عموما بصوا، اسره جلاديوس عامله حفله تحفه، غنى ورقص وحاجات حلوه موت. طبعا جايين معايا. لا 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 مش هينفع خالص، هتيجي معايا ولا لا؟
اه طبعا يلا بينا. عموما براحتكم، انا رايح احضرها. باي باي. باي. بقول لك ايه، يلا بينا عشان لو اي حد من صحابي جه من بتوع الحفله دول هيمسكوا فيا، مش عايزه اقعد. طب يلا. ايه ده، مش ده احمد قريبكم؟ يا اختي ده احمد بجد، ده لو باسم شافني معايا مالي مصيبه، اعمل ايه دلوقتي؟ بصي اركبي عربيتك وطيران على البيت، واوعي باسم يشوفك. صح عندك حق. يلا. طب بصي انا هلف من هنا. طب يلا باي. منال ازيك يا منال؟ انا كويس الحمد لله، ازيك انت يا احمد؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ بخير الحمد لله. انت ايه اللي جابك الجامعه؟ انا كنت عند الدكتور ناجل مع الدوي عشان عايز منه مذكره. ممكن توصليني في سكتك لاي حته؟ ده ايه ده، امر يعني ولا ايه؟ لا مش امر ولا حاجه، ممكن تعتبريه طلب. طب افرض حد شافك معايا يقولوا ايه يعني؟ حد زي مين اللي خايف انه يشوفني معاكي؟ معرفش اي حد. لا ما تخافيش، اتفضلي. يعني ايه بقى؟ ده تحقيق ده ولا ايه؟ مش تحقيق ولا حاجة، ده منظر انا شفته وجيت لك من اقصر الطرق وسألتك وجها لوجه، لا لفيت ولا دورت. انا حرة في تصرفاتي. محدش منعك من حريتك، لكن واجب عليا بحكم اننا جيران متربيين مع بعض ونسايب وباباكي هو استاذي ان اطمن عليكي، وخصوصا ان انت اللي عودتينا على اننا نكون اصدقاء، ولما بتحبي تتكلمي مع حد بتستريحي له كنت بتجيلي، مش كده برضو؟ ده واحد قابلته في الجامعه وحبينا بعض، واول ما يخلص السنه دي هنتجوز. ارتحت؟ ومنين بقى الشخص ده؟ من المعادي، واهله ناس ريتش جدا، وفي اخر سنه في كليه ألسن ومستقبله هايل. ياه كل ده؟ طب والله كويس قوي. واسمه ايه بقى؟ باسم. باسم ايه؟ باسم ايه؟ وانت هيفرق معاك اسمه في ايه يعني؟ هتسأل عليه ولا ايه؟ وايه المانع؟ المانع يعني ما بحبش حد يعمل نفسه واسي عليا، وبعدين بصراحة انا مطمنة له ومصدقاه، وبكرة تعرف ان بنت الست سرايا ما تقعش الا واقفة. صدقيني بتمنى يكون كلامك ده صحيح، بس نصيحة مني قبل ما تثقي فيه قوي كده على الاقل بعرفي اسمه بالكامل. بقولك ايه، لو حد عارف الموضوع ده هعرف ان انت اللي قلت. وخايفة ليه؟ هو مش جاي يخطبك؟ لما يبقى يجي يخطبني هبقى اعرف الناس. الكلام ده لسه مش دلوقتي، في الصيف. السلام عليكم. وعليكم. ايه يا امي مالك في ايه؟ مالي في جيبي يا ابني، انا انكتب عليا قله الراحه. مالك بجد في ايه؟ نبيله حصل عندها حاجه؟ نبيله اختك ما حصلش عندها حاجه جديده، احنا عارفين ان بختها مايل من زمان، لكن الدور الباقي بقى على اللي عايز يميل بخته بايده. يا امي وضحي قصدك ايه؟ انا مش ناقص الله يخليك. ايه اللي جابك في عربيه منال بنت سرايا؟ هي دي اللي انت راهن نفسك عليها ومش عايز تتجوز عشانها؟ وانت شفتيني ازاي؟ شفتك كده اهو، هشوفك ازاي يعني؟ قصدي يعني شفتيني منين؟ شفتك من بلكونه ام مرعي، كنت ناشره الغسيل عندها ورحت عشان المه، الولانه دهت لي وقالت لي تعالي شوف ابنك نزل من عربيه منال بنت سرايا. كل الحكايه اني قابلتها بالصدفه وصلتني، فيها ايه مش فاهم؟ فيها ان احنا مش قد امها ولا قد طوله لسانها. ديك الساعه هيقولوا ان احنا بنلف على البنت وطمعانين فيها زي ما قالوا على اختك نبيله، وهتطلع علينا سمعه بجد. اسمع يا احمد يا ابني، انت استاذ على عيني وراسي، بتفهم في كل حاجه على عيني وراسي، بس كفايه علينا شبكه واحده، بلاش شبكتين، ابعد عن الناس دول الله لا يسيئك. عندك حق يا امي. حاضر، اوعدك ان ماليش دعوه بيها تاني.